بسم الله الرحمن الرحيم. مادة علوم الحاسب للصف الثاني عشر المسار التكنولوجي، الوحدة الثانية أدوات التطوير البرمجي وتقنيات الاختبار، الدرس الرابع المكتبات البرمجية، الجزء السادس. تحدثنا عزيزي الطالب في الدرس السابق عن مدير الحزم PIB، وتحدثنا أيضا عن بداية استخدام وحدة باي جيم البرمجية، وسنتابع اليوم في هذا الدرس أيضا استخدام وحدة باي جيم البرمجية. أهداف درسنا لهذا اليوم تتمت استخدام وحدة باي جيم البرمجية. المصطلحات الهامة في الدرس: أولا install وتعني تثبيت، import استيراد، RGB تعريف متغير اللون في النظام، width وتعني عرض، هاي وتعني ارتفاع، بابل بفرنج التخزين المؤقت المزدوج. تعلمنا في الدرس السابق تثبيت الحزم مع PIB، وقمنا بذلك من خلال كتابة الأمر CMD في شريط البحث والضغط على مفتاح انتر. سيقوم مباشرة كوماند برومت موجه الأوامر بالظهور، ثم كتابة الأمر PIP install by game والضغط على مفتاح انتر، وسيتم تثبيت الوحدة البرمجية by game بنجاح. ثم قمنا بالتعرف على مجموعة من الأوامر الهامة التي نستطيع من خلالها رسم الشاشة الخاصة بنا، كأمر import by game، وأمر by game in it، وأمر by game.display.set_mod، وتحديد إحداثيات X و Y لتمثل حجم الشاشة، والأمر color name يساوي RGB تعريف متغير للون وإعطاؤه قيم محصورة بين 0 و255، وأمر screen.fill color لتعبئة الشاشة بلون محدد، وبالنهاية أمر buygame.display.update لعرض جميع الرسومات التي قمنا بها منذ آخر استدعاء. نشاط عزيزي الطالب: حدد إحداثيات الخط في الشاشة التالية، واكتب الأمر البرمجي الذي يقوم برسم الخط. إلينا هذه الشاشة. عزيزي الطالب، إحداثيات الشاشة في بايثون في باي جيم تبدأ من الزاوية هنا برقم 0 و0، إحداثيات 0 و0، أي إحداثيات X تكون 0 و Y تكون 0. فهذه النقطة مثلا هنا تكون إحداثياتها X 10 و Y 10، وهذه النقطة هنا تكون إحداثياتها على سبيل المثال X 100 و Y 100. نبدأ دائما بكتابة إحداثيات X. ففي هذه الشاشة هنا على سبيل المثال تكون النقطة النهائية في الشاشة هنا هذه تمثل 200 X وأيضا 200 واي. عندما نريد رسم أي خط يجب أن نحدد إحداثيات نقطتين ليقوم برنامج البايثون برسم خط بين النقطتين التي يتم تحديدها. تدريب: قم بإيقاف الفيديو وحاول الإجابة عن السؤال التالي. سننشئ شكلا بناء على الخطوط، سنلاحظ بعض الاختلافات في الطريقة التي سنستخدم بها الألوان عن الطريقة السابقة التي تم التعرف عليها في تيك انتر. ففي البداية سنعرف الألوان ثم نستخدمها كمعاملات كما أخذنا في الدرس السابق. سنقوم الآن بمحاولة رسم هذا الشكل الذي أمامنا على الشاشة. هذا السؤال هو المثال الأول في كتاب الطالب صفحة 185، لنقوم باستعراض الحل العملي سويا. في البداية سنقوم بكتابة الأمر import by game استيراد وحدة by game، ثم by game.init. سنقوم بتعريف اللون dark blue بالقيم المعطاة أمامنا، ثم سنقوم بتعريف اللون big، ثم سنقوم بتعريف اللون pink بالقيم التي أمامنا. سنقوم الآن بكتابة screen كمتغير يمثل الشاشة بأبعاد 500 و600 كما نرى هنا، ثم سنقوم بتعبئة الشاشة باللون الدارك بلو الذي تم تعريفه سابقا. لاحظنا في المثال السابق أننا قمنا برسم مجموعة من الخطوط، إذن نحن نحتاج إلى جملة التكرار 4.
سنقوم بكتابة for i in range من 0 إلى 500 والستيب ستكون 10. أمر كتابة الخط by game.draw.lines. نلاحظ سويا الآن قمنا برسم مجموعة الخطوط كما رأينا في تنفيذ المثال. نلاحظ هنا أننا قمنا برسم مجموعة من الخطوط باستخدام جملة التكرار، حيث قمنا بتحديد قيمة بداية الخط وقيمة النهاية للخط. نلاحظ أن قيم البداية النقاط جميعها تبدأ من مناطق مختلفة لأنها تعتمد على قيمة i، فقيمة i تتغير عند كل تكرار، فستكون قيمة البدائية للخط متغيرة. ونلاحظ هنا عندما تم تحديد القيمة النهائية أنه تم تحديد قيمة ثابتة لجميع الخطوط، فنلاحظ أن جميع الخطوط تنتهي بنقطة واحدة وهي النقطة 250 و350. نلاحظ أن هذه الشاشة أبعادها كما حددنا 250 الإكس، فالنقطة 250 هي منتصف الشاشة في محور إكس هنا كما نلاحظ، والنقطة 350 نلاحظ أن ارتفاع الشاشة هنا هو 400، فالنقطة 350 تكون في محور الواي هنا، فهذه نقطة عبارة عن 250 350. النشاط الثاني، سنقوم بكتابة الكود البرمجي المناسب لرسم الشكل التالي الذي أمامنا هنا باستخدام الوحدة البرمجية باي جيم. نلاحظ هنا أن الاختلاف في هذا النشاط عن التدريب السابق أننا قمنا بتثبيت القيم البدائية للخطوط جميعها، حافظنا على التكرار أي أن عندنا جملة تكرار فور لأننا سنرسم أو سنكرر أمر التكرار عدد من المرات. نلاحظ أن الخط القيم النهائية للخط نلاحظ هنا أنها متغيرة، إذن هي تعتمد على قيمة i المتغيرة التي سوف نقوم بالحصول عليها من جملة التكرار 4 لنستعرض الحل سويا بشكل عملي. سنقوم أولا بكتابة الأمر import by game ثم by game.init، ثم سنقوم بتعريف المتغير dark blue ويأخذ القيم التالية لتمثيل اللون الأزرق الغامق، ثم سنقوم بتعريف المتغير pink بالقيم التي أمامنا ليأخذ اللون الزهري، سنقوم بتعريف متغير يمثل الشاشة screen by game.display.set_mod، سيكون عرض الشاشة 500 وارتفاعها 400 بكسل، ثم سنقوم بكتابة screen.fill دارك بلو لنقوم بتعبئة الشاشة باللون الأزرق الغامق، ثم سنقوم بكتابة جملة التكرار لتكرار طباعة الخط وأمر الخط by game.draw.lines. ونلاحظ أن القيمة البدائية هنا ثابتة والقيمة النهائية تعتمد على المتغير i. نقوم بتنفيذ البرنامج لنحصل على المخرجات الصحيحة. سنلاحظ عند التنفيذ أعزائي الطلاب أن القيمة البدائية هنا قيمة النقطة البدائية قيمة ثابتة لجميع الخطوط كما نرى، أما النقطة النهائية التي تمثل الخط تعتمد على المتغير i، أي أن النقطة النهائية التي تمثل الخط ستعتمد على المتغير i، والمتغير i هنا يمثل x والy ثابتة، أي الy خط الy 350 ثابتة وقيمة i تتغير، ففي التكرار الأول تكون قيمة i 0 ثم 10 ثم 20 وهكذا. لا تظهر التغيرات التي تجريها على الشاشة فورا، فدالة byGame.display.update تطبق ميزة تسمى التخزين المؤقت المزدوج double buffering، وهي إحدى ميزات byGame التي تتيح لك إجراء الكثير من التغييرات على الشاشة ثم إظهارها جميعا معا كإطار واحد. عز الطالب، قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تجيب عن التدريب التالي. التدريب هو السؤال السابع في كتاب الطالب صفحة 192. املأ الفراغ في البرنامج من أجل إنشاء الأشكال التالية. نلاحظ عزيزي الطالب، هذا البرنامج سنقوم بملء الفراغ للحصول على هذه المخرجات. حاول أن تجيب عن هذا السؤال بنفسك بشكل عملي. سنقوم باستعراض الحل سويا
أولا سنقوم بكتابة الأمر import by game كما تعلمنا, ثم by game.init. الآن سنعرف اللون dark blue واللون red, ثم اللون الأبيض white كما اتفقنا سابقا, جميع قيم ال white 255. سنقوم بتعريف الشاشة screen بأبعاد 500 و400 بكسل, ثم سنقوم بملء الشاشة باللون الأبيض كما رأينا سابقا, ثم سنقوم باستخدام جملتين تكرار. سنستخدم جملة التكرار الأولى لرسم الجزء الأول من شاشة المخرجات, الخطوط باللون الأزرق الغامق, ثم سنقوم باستخدام جملة تكرار أخرى لرسم الجزء السفلي من الشاشة. نلاحظ سويا المخرجات عند التنفيذ. نلاحظ عند التنفيذ المخرجات التالية. نلاحظ هنا أن جملة التكرار الأولى قامت برسم الجزء الأول من اللوحة, أي الخطوط التالية هنا. ونلاحظ هنا أن نقطة البداية كانت هي 10 و10 هنا كما نرى, ثم النقطة النهائية للخط تعتمد على المتغير I, وهنا يتم تعويض قيمة I بدلا من X. ونلاحظ هنا أن قيمة X تتغير كما نرى في الجزء الأول. ثم سنقوم باستخدام جملة تكرار ثانية لرسم الجزء الآخر, ولكن نلاحظ هنا في الجزء الآخر من الرسمة أن النقطة النهائية هي النقطة الثابتة لجميع الخطوط. نلاحظ هنا النقطة النهائية, النقطة الثانية هي 400 و400 400X 400Y. إذن هذه النقطة النهائية ثابتة لجميع الخطوط, ونقطة البداية في الخط تعتمد على المتغير I الذي يكون بديلا عن القيمة X لتكون النقطة البدائية بهذا الشكل. النشاط الثالث, حاول أن تجيب عزيزي الطالب عن هذا السؤال بنفسك. قم بكتابة الكود البرمجي المناسب لرسم الشكل التالي باستخدام وحدة باي جيم البرمجية. نلاحظ عزيزي الطالب هنا أن الشاشة تنقسم إلى قسمين, إذن نحن نحتاج إلى جملتين فور كي نقوم برسم هذا الشكل. نلاحظ أيضا أن الشكل الأول القيمة البدائية أو النقطة البدائية للخط هي نقطة ثابتة, والنقطة الثانية للخط تعتمد على المتغير I المتحرك. ثم نلاحظ أنه في جملة 4 الثانية أن القيمة النهائية للخطوط هي ثابتة, والقيمة البدائية للخطوط تعتمد على المتغير I وهي متحركة. لنقوم باستعراض الحل سويا. سنقوم أولا بكتابة import by game ثم by game.init كما تعلمنا سابقا. سنقوم بتعريف اللون الأزرق الغامق, ثم تعريف اللون الأحمر, ثم تعريف اللون الأبيض بهذه القيم التي نستطيع معرفتها من خلال الموقع الذي رأيناه سابقا في الدرس. سنقوم بتعريف الشاشة ولتكن أبعاد الشاشة 450X 400Y. سنقوم بملء خلفية الشاشة باللون الأبيض, ثم سنقوم بكتابة جملة التكرار الأولى لرسم الخطوط في الجزء الأول من الشاشة, وأمر رسم الخط by game.draw.lines. ونلاحظ هنا أن القيمة البدائية لجميع الخطوط ثابتة, بينما النقطة الثانية تعتمد على المتغير I الذي يمثل البعد X. ثم سنقوم بكتابة جملة الفور الثانية لنرسم النصف الثاني من اللوحة, ونلاحظ أن القيمة البدائية أو النقطة البدائية هنا تعتمد على المتغير I, والنقطة النهائية في الخطوط هي ثابتة. لننفذ البرنامج ونلاحظ المخرجات. نلاحظ عزيزي الطالب هنا أننا حصلنا على المخرجات المطلوبة, إذن لقد وصلنا إلى الحل الصحيح. تعلمنا في هذا الدرس تتمة استخدام وحدة باي جيم البرمجية.
وفي الختام عزيز الطالب انتهى الجزء الخامس من الدرس. أرجو أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو التعليمي، ولكن عليك الرجوع إلى الكتاب من صفحة 184 إلى صفحة 187، فهو المصدر التعليمي الذي لا غنى عنه. وأعد الاستماع لشرح هذا الفيديو بعد الاطلاع على الكتاب لتتمكن من حفظ واسترجاع المعلومات الهامة التي تم ذكرها وشرحها.